تستمر عملية إحراق حقول الحنطة في عموم محافظة العراق كما ذكر كثير من المزارعين العراقيين، حيث أكدت مديرية الدفاع المدني في بيان لها وقوع 136 عملية إحراق خلال 18 يوما فقط. لنشاهد مع المشاهدين الكرام لقطات وثقها مزارعون لإحتراق محصول الحنطة بين قرية البشير وناحية تازة في محافظة التأميم. لجنة الزراعة النيابية طالبت الحكومة بتوفير طائرات لمكافحة الحرائق والآفات، ونظرا لعدم اهتمام حكومة بغداد أصلا بمصير هذه الحقول ومصير الزراعة في العراق، حاول مزارعون من محافظة التأميم بجهود ذاتية حصد محصولهم وتطويق النيران لمنع امتدادها إلى باقي الأراضي. فنشاهد.